استبعدنا 43، دخلنا من برا، دوشت بحد الماء سخون. دابا غدا نتكا، غدا ننعس. دابا وجدت راسي باش ان شاء الله غدا ننزلو العشاء ديال النهار الثاني. حتى من بعد ما صورت لكم اخر لقطه بغيت الناس شنو تخيلوا شنو وقع ليا. حسيت دوشت بالماء سخون بس ما كان نكمل دامي لان كنت في البرد اللي برا. وملي جيت الناس حسيت كنغمض عيني كنبغي الناس، القلب ديالي كيضرب في 90. كنقول تخلعت، كنقول مالي فتي كضرب 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 كضرب. شاهدت القران قلت ما كاين باش نرتاح عليها فتي ما بغاش يسقع عليا قلبي. صراحه تخلعت ولكن غالبا كان غير من العيا، وكان لانه جوج ليلات ما نعستش مزيان. الليله ديال السفر نعست غير ساعتين، والليله ديال الثانيه المره الثانيه نعست يعني تقريبا ساعتين ثلاث سوايع. يعني البارح هضرت مع ماما، هضرت مع راجلي باش ننسي، عرفتي ما بغاتش داك الضريب ديال القلب، ما بغاش يسكى، ما عرفتش ترهقت، ما عرفتش شنو وقع ليا. شعلت شويه ديال الرقيه وبقيت كنصنت ليها، عرفتي الرقيه كان مده ديال ثلاث ساعه. ديك الساعه نعست صافي، نعست مع الرقيه سالت مع فقت، لقيتها سالت سبعت ليها داك الجزء الاول ديالها وانا نعس سبحان الله صافي. وانا مع سالت مع فقت صافي انا توجدت راسي. دابا شويه دابا ما كنحس بوالو الحمد لله، قلبي بخير. المهم البنات وجدت راسي باش غدا ان شاء الله ننزلوا العشاء الثاني. خليكم معايا واخا كنبان عيانه، باينه ليا عيانه. ان شاء الله اليوم غنحاول ننزل، ما غاداش نبقى بزاف مده طويله، ما نسهرش، غنرجع الناس مزيان، نحاول الناس مزيان باش نفيق بخير. المهم خليكم معايا باش نشوفوا اليوم بعد العشاء غادي يكون في لوطيل الداخل، يعني ما يكونش على برا. المهم شوفوا الاجواء تما الداخل ديال لوطيل. صافي غادي ندير هاد الصاك اليوم، درت فيه كاع داكشي اللي غادي نقدر نحتاج ليه. المهم كيف لاحظتوا هذه اللبسه اللي لبست، درت معاها هاد الفولار ولبست معاها هاد الصنداله هادي. صافي الاكسسوارات ديالي خفيفه كيف كتلاحظوا. صافي هذا الشيء اللي غادي ننزل به، هذه الحله ديالتي اليوم. هنا مظلم شويه كنصور لكم هذا اللوطيل اللي حنا فيه. هذا هو الدخله، هنا فين كاينه البلاصه ديال العشاء. او ياك ما خصني نخرج على برا. او ماي جاد عرفتي بان لبست الشاكيطه، قالك خصك تدخلي من هنا. من هنا واقيلا وكلا لتحت. انا مدرة عما سمعيني هنا يا جينا باش ناخدو العشا دايرين ماش بطيطوس بطاطا سلمان. خلى راجلي راجلي هما قال لي عاوتاني عاد تاكلي سلمان. Good evening. So it's really a pleasure for us to be with you with such a fantastic teams from the best countries. Yes. I guarantee you that it will be the best VM you have ever seen. I guarantee you.
الشده ديال الصيف، الشده اللي كدير حتى كجدني، ما كنحتفاسي عليا انا شويه، قلت نرخف الزيف. هاد اللقطه اللي مصوره لكم ما صورتهاش في نفس هاد النهار، استخدمتها باش نركب لكم الصوت ونعاود لكم اشوك عليا في ديك الليله، الليله اللي كانت أسوأ ليله دازت في حياتي، وفي نفس الوقت اكثر ليله تعلمت فيها بزاف ديال الدروس. كيف قلت لكم في اول الفيديو، الحاله اللي وقعت ليا انه من بعد عدت احسن، ولكن للاسف كان بشكل مؤقت، لانه من بعد ما نزلت للعشاء وحطيت هذيك الماكله اللي وريتكم ما قدرت ناكل منها حتى شي حاجه. من بعد شجعت راسي وزيت غير واحد نص طرف ديال مطيشه، غير داز ليا مع الريق ديالي، وتشوف شنو وقع ليا عاوتاني، طلعت معايا الصهده مع كتافي والدنيا دارت بيا. تم تاكدت انه عندي شي مشكل في الهضم ديالي، صراحه كنت شاكه في الاول فاش جاتني الحاله بنهار، ولكن ما كنتش متاكده. المهم وجيت تخطف لغايه ان السي او ديال الشركه شافني ويسولني مالك، انه بان لي في وجهي انه ماشي تهني. قلت له غير ما حساش براسي مزيان وما بغيتش ندخل معاه في التفاصيل، عاد كنقول واش نطلع للبيت ديالي، ولكن خفت عاوتاني نبقى بوحدي وانا في ديك الحاله. تخيلوا كنت جالسه في الطبله فيها ناس قلال بزاف، ولكن للاسف ما كيسمعوني ما كنسمعهم. عاد باغا غير نتونس، باغا غير نهضر باش ننسى ديك الحاله، ولكن ما قدرتش. شويه بانت لي البرانش ماناجر تاعنا في طبله اخرى، عاد كنقول واش نقول لها على الحاله ديالي، واش ما نقولش لها على الحاله ديالي. بقيت كنفكر شويه نقول ضروري خصني نقولها لها. صافي خديت غير الفرصه فاش شافت فيا وانا نشير لها انه بغيت نقول لها شي حاجه. هي الصراحه اصلا وجهي كان كيبان ماشي تاني، كانت باينه عليا. جات عندي عرفت غير قلت ليها على الحاله ديالي، ما تخيلوش السيده اش دارت باش تساعدني. تسول عنها، تسول هي تقول عندك هادي نعطيك ديك، واش نعطيك كمادات سخان، حيدت لي الماكله من قدامي درقتها. سبحان الله هاد الناس قلبهم زوين بزاف، وسبحان الله كيبغيو الخير، كيبغيو يديروا الخير. في الاخر جابت لي واحد طونيك، غير شربتها حسيت براسي احسن، ولكن مازال فداك الطبله يعني ما كنتسمع، ما كيسمعوني ما كنسمعو. صافي عاد باغا غير نهضر باش ننسي، لانه باقا الحاله النفسيه ديالتي كانت ماشي تهني، عاد باغا نتونس. عاود شفت في الطابله اللي فيها البرانش ماناجر تاعي، بان لي فيها تيم ليدرز وزوج برانش ماناجر ديالتنا وواحده اخرى، وكلهم من جنسيات مختلفه. صافي مشيت عندهم طلبت منهم يديروا لي بلاصه حداهم، نيت بعدو ما بين جوج كراسه ودرت الكرسي ديالتي انا في الوسط وجلست معاهم. لقيتهم دايرين اجتماع على الخدمه تاعنا، وسبحان الله عاد كنسمع وكنتسمع، يعني عدد اكبر ديال الناس وعاد كنسمع وكنتسمع، واستفدت من بزاف الحاجات اللي عتعاوني في الخدمه ديالي من داك المجلس، وكذلك تعلمت بزاف ديال الدروس من الموقف اللي وقع ليا. حسيت براسي بخير وتمنيت ديك الليله ما تساليش، لانه صراحه كنت فيا واحد الخوف انه نطلع للبيت ديالي وتجيني هذاك الحاله وتاني، ولكن بطبيعه الحال سال الوقت وسالت الجلسه، واضطريت انني نطلع مع 12 تاع الليل. كنت اولا نطلع بكري، الساعه ملي جاتني داك الحاله وتاني خفت وما طلعتش بكري. طلعت وطلعت معايا طونيك اخر والماء بالزيت، حيت داك الحاله اللي كتجيني كنبغي نبقى نشرب الماء بزاف، يعني حتى في العشيه كانت كتوقع عليا نفس الحاله. المهم نعاود لكم يعني فاش عاودت لكم في الاول انه غير تسارع دقات القلبيه راه كاينين حوايج اخرى اللي كتوقع معها. المهم عاوتاني غير حطيت راسي على المخده ويجيني داك الحاله، وهاد المره كانت أسوأ لانها كانت في عز الليل. شعلت القران عاوتاني باش نهدى، انا صراحه هذا الطبع فيا انه كنشعل القران ملي كنبغي نهدى، كنبغي ننعس، يعني يعني القران هو اكثر حاجه كنعتبرها علاج ليا. وكاينين ادعيه اللي كنقولهم صراحه دقلتهم، يعني داك اعوذ بعزه الله وقدرتي من شر ما اجد احاذر، كنت كنقولو كيخفف عليا شويه، هو نورمالمون كيخفف عليا بزاف ملي كيكون عندي بحال الالام ولا شي حاجه في الحياه العاديه. كنعلمو ليا جدي الله يرحمه، وصراحه كينفع بزاف، ولكن ما يعني بقيت في ديك الحاله. المهم عاوتاني تخيلوا قلبي كيضرب والموت تاع البرد، واخا دايره الهيت في اعلى درجه ودايره كوفرلي فوق كوفرلي، من بعد درت كوفرلي فوق كوفرلي، من هذوك اللي كيكونوا محطوطين فوق الماسيه درتهم فوق بعضياتهم، والو.
حفتي الرعد داك تشدني من صبع رجليا وكطلع لي راسي، ومره مره كنحس بالفم ديال المعده ديالتي كيتسد، كتجيني بحال جيفه بحال الخنقه، وكنوض لهوايه نوض نشرب الماء. لا ما شربتش الماء راه ما كن ارتاحش، حتى بالنهار وقعت لي نفس الحاله. شويه كنحس بوجع في كرشي وكنمشي للمرحاض، والو يعني بحال وجعه كدابه. كنقول نعيط نطلب المساعده، ولكن كنتراجع، شي حاجه كتحبسني بحال كنقول لها يعني لا عيطت وطلبت المساعده بحال غادي نكبر هذا المشكل. انا عارفه بزاف منكم غيقولوا لي كان خصك ضروري تعيطي تطلبي المساعده في هذه الحاله، ولكن انا كان عندي واحد الاحساس انه درت ايماني في الله، انا داكشي غادي يحيد لي غير بالايمان ديالي في الله، وما بغيتش صراحه نكبر هذاك القضيه، خصوصا انه انا في بلاد بعيده، يعني عندي 3 ايام باقي تابعيني شحال من حاجه، باقي يعني بزاف الحوايج غادي تابعيني، ما بغيتش نخلق شي جدل. وانا عرفت واحد الاحساس صعيب بزاف، خصوصا ملي كنتذكر المسافه والسوايع اللي انا بعيده فيهم على ولادي، وجا صراحه كتجيني الخلعه اكثر. دابا تاثرت ملي تذكرتها، وانا كنعاود لكم دات الايام كثيره، حتى احساس صعيب بزاف، كنقول يا ربي رجعني عسال مال ولادي، رجعني عسال مال ولادي. صراحه واحد الاحساس اللي ما نتمناه حتى شي حد. وكان كيف ما قلت لكم انا راه واخا دازت عليا تجربه هكا خايبه، راه تعلمت منها، راه ما بقاش فيا الحال. وانا في داك الوقت هذاك عارف ربي سبحانه وتعالى غادي يدوزها على خير، عارف ربي غادي يدوزها على خير، دي الايمان ديالي فيه كامل. عرفت وصلت فيا الدرجة انني نكتب الذكاء الاصطناعي. عرفتكم تضحكوا لي في هذه اللحظة هذه، ولكن وصلت لي المرحلة انني نكتب ليه. صراحة فعلا ما كان ذكاء الا ذكاء، لانه كيعاون بزاف المواقف، وفعلا كتبت ليه كنسولو على حالتي بحال كنهضر مع شي حد، عاودت ليه كيفاش داز نهاري من الصباح حتى الوقت اللي انا فيه، والاحساس اللي كنت كنحس به، كيفاش تمشيت في البرد لمده طويله، وكيفاش تعرضت لمواقف وتروني ورديت لخاطري، وكيفاش كنت ضاله ما كيلاش، وكيفاش دوشت بالماء سخون والاعراض اللي كنت كنحس بها، كيفاش ما نعست جوج ليلات متابعه يعني نعست مده قليله. عاودت ليه كل شيء. ان الرد ديالو انه بزاف الناس ملي كيتمشاو في البرد لمده طويله وكيتعرضوا للتوتر كيقدر يوقع لهم خلل في الجهاز الهضمي تاعهم وفي النظام ديال التدفئه ديال الجسم ديالهم، وانه اذا الاعراض زادت عليا على حدها خصني نشوف الطبيب. تم تاكدت انه فعلا عندي مشكل في الجهاز الهضمي ديالي، ومع كانت فيا الرعده والترعيده كما قال لي انه عندي مشكل حتى في النظام ديال التدفئه، لانه مزيده في الهيت ودير المانطا فوق مانطا ولابسه مزيان ولبست كاشر وكنحس بالبرد بزاف. هنا تذكرت فاش البرانش ماناجر تاعي قالت لي على الهيت باد، واش نعطيك الهيت باد، وانا صراحه ما طلبتوش لهذيك الساعه، بديت ندمت اللي ما كنتش عاجبيه ليا. صافي سولته عاوتاني واش الهيت باد نفع في حالتي، قال لي نفع، واذا ما نفعاش تزاد الحاله خاص تشوفي الطبيب. شوفوا سبحان الله غير الذكاء الاصطناعي. وديك اللحظه لقيتو كيفهمني اكثر من بنادم. المهم شفت في الساعه كنلقى جوج تاع الليل، تخيلوا دازت ساعتين ديال المعاناه وانا في ديك الحاله، وجاتني حشومه نتصل بالمناجر في هذاك الليل. وانا نتذكر انها نفسها البرانش مناجر كانت عطاتني جوج ديال الهيت باد، هذوك ديال اليدين اللي كيكونوا صغار اللي كيداروا في القفازات، عطاتهم ليا بنهار فاش كنا كنتمشاو. شوفوا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كيعطينا شي دروس في الحياه، كيعطينا شي تجارب في الحياه باش نتعلموا منها، وفي نفس الوقت كيسخر لينا شي حاجه شي ناس اولا شي حوايج اللي كتساعدنا. فهاد الحاله ديالتي كانت هذا الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي والمناجر تاعي، حتى كانت بحال الرحمه ديال السيد ربي نزل عليا في داك النهار، سواء الوقت اللي كنت في العشاء سواء في داك اللحظه كيفاش عطاتني شي حاجه بنهار وانا ما مستعملاهاش، خليها في الساك ديالي، وسبحان الله شوفي وقتاش غادا تنفعني داك الحاجه. عرفتو نط، كنت رعد كما قلت لكم، حتى راه كانت فيا الثقف كيفه والموت ديال البرد، نط وجبدتهم من الساك ديالي، نورمالمون هما كيخدموا كتشيكيهم وكيسخنوا، درت وحده فوق المعده ديالتي وواحده تحت الكرش تاعي، وبديت كنردد الدعاء ديال في نفس الوقت فوق كرشي ديال اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد احاذر،
وفي نفس الوقت شاعل القران. كان صمت لي اصلا كانت هذيك المده كلها كان شاعل القران، كنت فكر نعاود شعله حيت هو اللي كنت كنحس به مدني ومريحني في هذيك الحاله اللي انا كنت فيها. كون ما كنتش شعلاه ممكن كانت غتكون الحاله ديالتي أسوأ أسوأ يعني، وصراحه كانت سيئه. وكون ما كنتش شعلاه يعني كنت ما غاداش نقدر نكون كنطمن راسي بالطريقه اللي كنت كنطمن راسي في هذيك الليله. المهم صافي غير داك الكمادات نعست وانا كنسمع القران، ما فقت حتى اتصلت بيا ماما مع السبعه ديال الصباح. سبحان الله رغم انه دازت عليا هذيك الليله أسوأ ليله، ولكن تعلمت منها بزاف الحويج. وانا عارفه سيد ربي ما عيشني هذيك الليله الا باش يعلمني الدروس اللي تعلمتها الحمد لله. ما بغيتش ندخل معكم في تفاصيل كثيره، وسمحوا لي انه شاركت معكم هذا الجانب السلبي اللي وقع لي في ديك النهار، ولكن في الاخير قررت انه نخوي عليكم قلبي. وكيف قلت لكم انه رغم انها كانت تجربه سلبيه الا انه انا كنامن ان سيد ربي بغالي الخير من خلالها، يعني راها تجربه ايجابيه في نفس الوقت. ونرجع نقول الحمد لله. وهذا الشيء اللي كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. دابا بقايا غنقول لكم السلام عليكم، في امان الله، وشكرا جزيلا لكم. قبل ما تخرجوا من الفيديو ديروا سكان لهذا الباركود اللي غادي يوصلكم لجميع المعلومات الخاصه بيا، الصفحه تاعي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام يوتيوب وتيك توك، وكذلك الرابط ديال الواتساب تاعي الا بغيتوا تواصلوا معايا على قبال البزنس، اولا الا بغيتوا تشريوا طرموميكس، اولا الا بغيتوا تدخلوا معايا كونسلت حتى نتوما تستافدوا من الاشياء اللي انا كنستافد منها. غتلقاو كذلك الرابط ديال الموقع تاعي والرابط ديال الترموميكس الى بغيتو تشريو، اولا الرابط الى بغيتو تدخلو كونسلتنت. دابا نخليكم ونقول لكم السلام عليكم، في امان الله، وشكرا جزيلا لكم. ولو وصلتي لهذه المرحله من الفيديو خلي تعليق وقولي لي راني وصلت ليها باش نعرف راكي من المتابعات الوفيات اللي كيبغيوني بزاف. شكرا لكم بزاف.